مهدي مداحك 27 سنة خدام شيفور في كاميو شركة موفنس ماروك مدينة الدار البيضاء مغرب. انا عمري ما توقعت نخدم في هذه الخدمة هذه. واحد النهار الصديق ديالي اقترح عليا نسافر معاه عنده كاميو بغا يدي واحد السلعة من تماك شفت الخدمة كيديرها وعجبتني. كيعجبني فيها هو السفر، ديما فيها السفر، كتمشي من المدينة لمدينة كتعرف على ناس جداد. التحديات ديال الخدمة هو الطريق، طريق تسافر بالليل خاصك توصل.